قوي. شو رأيك اليوم بمنال موسى؟ بداية أنا كمان يعني ما بعرفش الأغنية، ظاهر إنها كمان هي أغنية جديدة، بس بشكل عام أنا أعشق سلم لا مينور بطبيعتي، يعني أنا بحبه هذا السلم بشكل فظيع. لكن لفت نظري إنه لما المايسترو حسام عمل الكادنس اللي ركزت على الله قبل ما هي تبدأ الغناء، اللي عجبني فيها إنه هي انتظرت وعملت خلت الله تعمل الفرمات الضرورية هيك تشبع كلياتها، وهي دخلت في هذا الانسياب اللي احنا بنسميه تحضير لهذا الإيقاع اللي بده يجي بعدها. والإيقاع اللي أجا بعدها ما بعدش كتير عن الرتم في انسيابية هذا اللا ماينر الحلو الجميل، ولذلك أجت الأغنية الإيقاعية هاي بقت في القالب الرومانسي تبعها. وأنا على هذا بس بقول إنه هون هي كمان أبدعت. وأستاذ حسام، بما أنك رح تحكي عن الإطلالة وإحنا نوهنا إنه اليوم قبل إنها رح تطل مثل السندريلا، شو رأيك؟ أنا بدي أشكر توفيق كمان مرة، مجبور يعني فعلا هي سندريلا، ويظهر إنه المسألة مش بس شو بلبق للأغنية، كمان شو بلبق للي لابس الفستان، شو الطلة بيعطيها. بصراحة أول إشي أنا لو محله هذا اللي سابق أو سبتيه كان جيت أسحف على إيدي وإجري أعتذر لك عنه. هو سابق حر بس أنا والله عمري ما راح أسيبك. والدكتور غاوة بيعرف اللامينور، السلم لامينور، أنا عندي سلم منال موسى الليلة. ما هو هذا هو اللي بدي أطلع عليه، هو نفسه هذا هذا اللي بعرف. الله يعطيك العافية، نورت الليلة عن جد. وخلينا نشوف منال موسى شو راح تحصل اليوم من أعضاء لجنة التحكيم. 45 منال موسى، تفضلي تفضلي ست أمال. مسموح ينعرف انه منال بتكون بنت خالته لمحمد أسدي؟ مسموح؟ طبعا مسموح، فالبيت موسيقي يعني من حيهم. اكيد اكيد. منال 45 راضية؟ اكيد. مبسوطة؟ الحمد لله. اطلب ال 55. أول إشي أهلا وسهلا بالجمهور جميع اللي موجود بالقاعة، بحيي أهل دير الأسد ودار خالتي أهل محمد أسد وأهلي، وتحية كبيرة لشعب فلسطين اللي عمال يرجع الفن الأصيل، وإن شاء الله يا رب توقفوا حدي وتكملوا معي المشوار. شكرا لكم كثير، يعطيكم العافية. شكرا منال. شكرا منال موسى، شكرا لك. أكيد حلم كتار منكم يكونوا واقفين على هالمسرح الليلة. إذا صوتكم حلو وحلمكم تعيشوا هالتجربة، ما إلكوا إلا تدخلوا على موقع نيوستار www.newstar.tv أو اتصلوا على الرقم 073-213-9944، لأنه يوم السبت رح يتم اللقاء الأول ما بين برنامج نيوستار والمعنيين بالتسجيل. تعرفي يا إيمان شو أصعب إشي بالدنيا؟ بتخيل الفراق. صح، أصعب إشي بالدنيا الفراق. واليوم بمجرد ما عم بفرقنا كل مشترك عم نحس بفراغ كبير عم بتركه. وافترقنا أغنية حلوة غناها الفنان فضل شاكر بكل إحساس ورومانسية، واليوم رح نسمعها من مشتركنا القادم من مجد الكروم عدنان خطيب. وكان الليل كان الليل
حضن سرنا وافتارنا يوم اللي بعدنا احتارنا وافتارنا وكان الليل كان الليل حضن سرنا بس الغرام فينا بيه مطرح ما كنا Better.